الوصفة الطبيعية ليك انت وهي هالفن الموسيقى يتمتع بكل دقيقة أخبار حصرية مع ضيوفنا الفنية على شوف تيفي. أما الآن مشاهدينا فوصلنا لفقرة البيوتي، الفقرة اللي كنقدموا لكم دائما من خلالها نصائح اللي كتهم الجمال ديالكم. واليوم عندنا لكم وصفة طبيعية اللي تقدروا على أنكم ديروها في البشرة ديالكم باش تنقيوها وتبان بواحد النضارة اللي هي زوينة. دي ماسك اللي هما واجدين ولكن عندهم مكونات اللي هما طبيعيين. غادي نشاهدوا الفيديو باش نتقربوا أكثر من هذه الوصفة الطبيعية اللي غنقدموا لكم. ابتسام، بما اننا في رمضان كنعرفوا على ان بزاف ديال السيدات المغربيات كيبغيو يديروا وصفات طبيعيه، قرب لنا اكثر من هذا الموضوع. يعني اليوم جينا عندك باش تعطينا وصفه، قرب لنا اكثر من هذا الموضوع. يمكن في رمضان كتكون الوقيته اللي البشره ديالنا كتكون كترتاح، الواحد كيبغي يعتني بها اكثر، كيخلي كيقول بانه كياخذ فاصل من الميك اب والوقيته ديال الخلاطات. الحاجه اللي شويه مبدله هي ان الخلاطات كاين اللي كيعكز عليهم، كاين اللي ما كيلقاش ليهم الوقت وكنعذروهم. كيف كتشوفي راهم ساهلين في لابليكاسيون، كتحلي كديري لو ماسك فوقيته اللي قليله. يعني هاد لو ماسك اللي عندكم، هاد لي ماسك اللي عندكم فيهم مكونات اللي هي طبيعيه؟ وي، فيهم مكونات طبيعيه. لا غام فيها بزاف ديال المكونات، كتلقاي ارغان اللي كنا كنعرفوا المنافع ديالو، كاين الخيار، كاين لو شاربون، كاين الكوكو، يعني اي كاع المكونات كيمشيو على حسب النوع ديال البشره. كانت البشره ديالك جافه، البشره ديالك كاع الانواع، لابو غراس، لابو ميكس. دونك ندوزو لابليكاسيون نشوفو كيفاش كتخدم ونشوفو الريزولتا فينال كيفاش كتقدر تخرج. واش كتعطي ديك الساعات الريزولتا ولا من بعد؟ وي بيان سور، نتوما غادي تشوفوها دابا سور بلاس، غادي نتيستيو واحد من لي برودوي ديالنا. البنت على حسب لابو ديالها، كاينين عندنا حتى لي ماسك ديال الرجال، وكاينين حتى هما متنوعين، كاينين لي ماسك تيسو، لي ماسك بيلاف، لي ماسك ماد. يعني كو سوسوا المراه المغربيه ولا الراجل المغربي، هاد لا مارك جات باش تعتني لهم بالبشره ديالهم، وماشي غير الوجه، سهلناها غير لما بغاوش. دونك ندوزو لابليكاسيون. وي يلا نبداو. أخبار حصرية